أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدنيته أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مقاصد الشريعة. وأحسب بأمر الله تعالى أن محاضرة اليوم هي محاضرة مهمة جدا جدا للغاية، لأن هذه المحاضرة ربما يكون فيها بعض مراجعات على ما سبق أو مراجعة على ما سبق، وفي نفس الوقت فيها نوع من أنواع يعني سؤال دايما أنا كان بيحيرني في قضية عدد المقاصد وترتيب المقاصد، وليه العلماء من القديم وقفوا عند هذه الأمور هذه المقاصد الخمسة وربما أضاف بعضهم ستة، وهل يجب أن نتقيد بهذا العدد؟ طيب ماذا لو أردنا أن نزيد؟ هل في هذا نوع من أنواع الـ يعني عدم الاحترام أو التقدير لهؤلاء الأئمة العظام أو نوع من أنواع الانسلاخ من الماضي، خصوصا وانتم عارفين أن احنا عندنا يعني هناك فريقان من الناس، فريق يريد أن يتبع السلف في كل صغير وكبير وكأنما وصلوا إليه من آراء أو أقوال إنما هو وحي من عند الله عز وجل، وبعضهم يريد أن ينسف بكل ما كان عليه السلف ينسفه بالكلية، فلا يقبل لهم قولا ولا يقبل لهم رأيا. وشعار هؤلاء القوم نحن رجال وهم رجال، أو هؤلاء اجتهدوا المؤدب شوية، يعني ممكن يقول لك هؤلاء اجتهدوا لزمانهم وعفى على هذا الاجتهاد الزمن، وهذا كلام يعني كلام ربما يكون في بعضه صحة، هم رجال ونحن رجال ماشي، لكن هل عندنا الإمكانيات والقدرات؟ وهل كل إنسان يستطيع أن ينطبق عليه هذا القول؟ يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، اجتهدوا لزمانهم، فهل كل ما اجتهدوا فيه لزمانهم ليصلح لزماننا؟ فدي قضية مهمة جدا للغاية، خصوصا وهذا الظرف وذلك الوقت، يعني أصبحت قضية المقاصد قضية حاضرة ومهمة جدا جدا للغاية، خصوصا وأننا أيضا أمام فريقين من الناس، فريق يريد أن يعمل المقاصد الشريعة في كل كبيرة وصغيرة وفي كل قول وفي كل فعل، وبعضهم يريد أيضا أن يلغي ما يسمى بمقاصد الشريعة. هذا الأمر يجعلنا الآن نبدأ فيما يتعلق بمقاصد الشريعة وترتيب هذه المقاصد. أولا، هذه المقاصد أو ما ابتدأناه في الحديث عن المقاصد له مسميات عدة، ممكن تقول، ولكن في الأصل أن هذه المسميات هي متكاملة وهي متقاربة ومتشابهة، فقد تكون هي الضروريات الخمسة، وقد تكون هي الكليات الخمسة، وقد تكون هي الأصول الخمسة، وقد تكون هي الأركان الخمسة لمقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا في حد ذاته لا خلاف فيه. هذا التقسيم الخماسي هو الأصل في قضية المقاصد. لما نيجي نتكلم عن ساعة ما نقول مقاصد الشريعة ستجد أن الجميع سيقول أنها خمسة. يبقى ساعة ما نتكلم عن المقاصد الأساس فيها كم عددها؟ خمسة مقاصد. من أول من وضع هذه المقاصد؟ أول من وضعها الإمام الغزالي رحمة الله عليه، ثم جاء بعد ذلك تبع من يعني عدد من العلماء فتبعوه على ذلك، منهم الإمام الطوفي والإمام البيضاوي وابن الحاج والإمام القرافي والآمدي والإمام الرازي، كل هؤلاء تبعوا الإمام الغزالي رحمة الله عليه في قضية هذا التقسيم. التقسيم اللي هو ماذا؟ اللي هو حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، ثم يأتي بعد ذلك حفظ المال. طيب، القضية المهمة هنا ونحن نتحدث في هذا الإطار أن ندرك أولا أن هذه المقاصد عندما تحدث عنها الغزالي رحمة الله عليه، طبعا نحن لا ننسى الإمام الشاطبي في قضية التقسيم، هذا التقسيم الخماسي، الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أيضا وقف عند هذا الترتيب الخماسي وأعمله بدقة، وكان له يعني في قضية الترتيب كان له رأي وهو رأي جميل ورائع. طيب، عندما نقول بأن العلماء رحمة الله عليهم في هذا التقسيم اللي هو التقسيم الخماسي، هذا اللي هو حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال أو حفظ النسل ثم يأتي بعد ذلك حفظ العقل، أنا ستجدوني دائما في كثير من الأوقات ربما هذا هو التقسيم الذي يعني الأميل إليه، في المقدمة يأتي حفظ الدين،
وإن كان البعض يقدم حفظ النفس كما سنذكر فيما بعد، لكن هذا هو تقديم أو ترتيب بمعنى أدق، ترتيب منطقي، وسأذكر لماذا. أولا، العلماء عليهم رحمة الله، رحمة الله عليهم لماذا جعلوها خمسة؟ أولا، هم جعلوا هذه الأمور، هذه المقاصد، خمسة مقاصد فقط، بحاجة اسمها الاستقراء. الاستقراء ده عبارة عن إيه؟ الاستقراء عبارة عن إن الآيات والأحاديث حصرت هذه المقاصد وجاءت بهذه المقاصد، فكانت خمسة، لم يزيدوا على ذلك. وهناك بعض الأدلة سأذكرها الآن. والصحابة عليهم رضوان الله والعلماء بعد ذلك أقروا هذه المقاصد الخمسة، أو هذه الكليات الخمس، أو هذه الأركان الخمسة. كان عندهم نوع من أنواع الإقرار، فأصبح هذا نوع من أنواع الاستقراء في آيات الله، الاستقراء في آيات الله جل وعلا وفي أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى إن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يقول اتفقت الأمة، ولم يقف عند هذا الحد، وإنما قال اتفقت الأمة بل سائر الأمم على أن الأحكام الشرعية وضعت للمحافظة على هذه الضرورات الخمس. إيه الضرورات الخمس؟ اللي هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. يبقى الشريعة الإسلامية إنما جاءت لحفظ هذه. الإمام الشاطبي رحمة الله يقول لك لا لا لا، الشريعة الإسلامية بس، لا لا لا، ده كل الشرائع التي أتت من عند الله جل وعلا يعني أتت لحفظ هذه الضرورات الخمس. تعال بقى، ودي نقطة مهمة جدا للغاية، نجد القرآن الكريم في سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا، آخر ربع في سورة الأنعام يبدأ بهذه الآية قل تعالوا، يعني هلموا أقبلوا، أقبلوا تعالوا، بمعنى هنا أيضا بمعنى تعالوا بقلوبكم بأسماعكم ثم بقلوبكم. ماذا سيقص الله جل وعلا علينا؟ هذه الأوامر، هذه الأوامر اللي هي أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إلى أن يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا الضرورات أو الضروريات الخمس موجودة في هذه الآية. نلاحظ هذا، قلت تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يبقى داء الدين، وما تتكلم عن وبالوالدين إحسانا ده أيضا يتعلق في أيضا من ضمن حفظ الدين، لأن البر بالوالدين من حفظ الدين. وبعدين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يتعلق بحفظ النفس. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ده هذا يتعلق بحفظ النسل أو بحفظ العرض كما أضاف الإمام القرافي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نرجع مرة تانية لحفظ النفس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا يتعلق فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بحفظ المال. ثم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، هذا يدخل في يعني حفظ العقل. وأيضا في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، الخمر من الفواحش، فهذا يدخل في حفظ العقل. إذن هذه الآيات تتضمن فيما تتضمن هذه الضروريات الخمس. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مما ينسب إليه في ذلك أنه كان يقول من أراد أن ينظر يعني إلى صحيفة عليها ختم محمد أو خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات. وهذه الآيات بالمناسبة أيضا يقولون بأن الوصايا العشر عند سيدنا موسى عليه السلام هي لا تخرج عن هذا الإطار. الإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا روى في صحيحه في قضية بيعة العقبة الثانية اللي بيسموها أصلا بيعة العقبة الأولى عفوا اللي بيسموها بيعة النساء، ماذا قال فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ألا تشركوا بالله شيئا، ده حفظ الدين.
لا تسرقوا حفظ المال، لا تزنوا حفظ النسل أو العرض، ولا تقتلوا أولادكم حفظ النفس، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ده يتعلق بحفظ برضو النسل، ولا تعصوني في معروف، هذا يتعلق بحفظ الدين. يبقى بدأ بحفظ الدين وانتهى صلى الله عليه وسلم بحفظ الدين. عندنا أيضا الحديث المشهور وهو متفق عليه عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، وهو يجتنب السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. دول سبعة تيتعد: الشرك بالله حفظ الدين، السحر ده حفظ من ضمن الحاجات حفظ العقل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حفظ النفس، أكل الربا وأكل مال يتيم حفظ المال، التولي يوم الزحف يعود إلى حفظ الدين، وقذف المحصنات الغافلات يعود إلى حفظ النسل. إذن هذه الضرورات إنما بالاستقراء نجد أن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركزت على هذه الضرورات الخمس، وكان هذا التقسيم. أيضا الشريعة راعت، لما نتكلم أيضا في هذا الإطار نتكلم على إن الحدود، الإسلام لما جه شرع عدد من الحدود، ففي عندنا حد الردة وعندنا حد القتل وعندنا حد للقصف وعندنا حد للزنا وعندنا حد كل هذه الأمور، ستجد إن كل واحد من دول له مقصد من المقاصد. الردة يبقى على طول تتعلق بحفظ الدين، القصاص يتعلق بحفظ النفس، حد السرقة يتعلق بحفظ المال، حد السكر يتعلق بحفظ العقل، ثم يأتي بعد ذلك حد الزنا وحد القذف، وهذا يتعلق بحفظ النسل أو النسب أو العرض. العجيب طبعا، ودي نقطة مهمة، لأن بعض العلماء لما بيتكلموا بيقولوا إن الشريعة راعت فيما راعت من أجل الحفاظ على هذه المقاصد الخمسة أنها وضعت حدودا. هذا الكلام كلام صحيح لكنه غير مكتمل، وإنما الشريعة راعت في حفظ هذه المقاصد في حال من جانب الوجود ومن جانب العدم، من جانب الوجود ومن جانب العدم. في حالة الوجود عشان نوجدها بمعنى أدق، عشان نوجد هذه الأمور الخمسة، المقاصد الخمسة، الأركان الخمسة، الضروريات أو الضروريات الخمس، يبقى خلي بالك، يبقى في عندنا نوجدها حفظ الدين، يبقى تشريع العبادات بكل أنواعها، حفظ النفس، حق الحياة وحق الأكل والشرب وما إلى ذلك، من حفظ النسل الزواج وأحكام الأسرة، حفظ العقل طلب العلوم النافعة والنظر في ملكوت الله والتفكر في خلق الله، حفظ المال عندنا موضوع بقى أباح الله جل وعلا لنا الكسب وأباح الإيجار والهبة وكل هذه الأمور. طب في حال بقى العدم، يعني حفظه من جانب العدم، يبقى حتى لا يعدم هذا الأمر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لحفظ الدين شرع الجهاد ونهى عن الابتداع في الدين، من أجل حفظ النفس شرع القصاص وحرم الانتحار والإجهاض، من أجل حفظ النفس حرم التبرج والقذف وحرم اللواط وحرم الزنا، من أجل حفظ العقل حرم المسكرات وحرم كل الخبائث، من أجل حفظ المال حرم كل الأمور التي يأخذ الإنسان المال بها من غير حل، كالربا والقمار والميسر والسرقة وكل هذه الأمور. طيب لو جينا نتكلم بقى في هذه الأمور اللي هم الخمسة، احنا لسه مش هنتكلم الآن عن زياد، هذه الأمور الخمسة مردها كلها إلى حفظ الدين، كل هذه الأمور ترجع إلى حفظ الدين، حتى حفظ العقل، حتى حفظ المال، حتى حفظ النسل، حتى حفظ النفس، كل هذه الأمور ترجع إلى حفظ الدين. لأن الإنسان لو حفظ عقله من السكر فقد حافظ دينه، لو حافظ نفسه فابتعد عن السرقة فقد حافظ دينه، لو ابتعد عن الزنا فقد حافظ دينه، لو ابتعد عن القتل فقد حافظ دينه. يبقى كل مرد كل هذا كله راجع للدين مرة تانية، لما أصلي بحافظ على الدين، لما أبيع وأشتري بالحلال أحافظ على الدين، لما أتزوج وأنجب الأولاد وأحافظ على الأسرة أنا أحافظ على الدين. فكل هذه الأشياء مردها مرة ثانية إلى الدين. لو جينا مثلا على سبيل المثال أو بمعنى أدق، لو حصل عندنا نوع من أنواع التعارض بين مقصد من هذه المقاصد الأربعة ومع الدين، يقدم الدين إذا كان الاثنين في نفس المنزلة وفي نفس الدرجة. ولذلك إذا يعني هناك نوع عدو يغزو بلادك ويحاول أن يقتل الأبرياء وأن يسفك الدماء، في هذه الحالة
هنا الإنسان شرع الله جل وعلا الجهاد في سبيله، وفي هذه الحالة يبقى الإنسان يقدم روحه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. يبقى حفظ المال وحفظ النفس، كل ده ليه؟ في سبيل الله. وبعدين اسمع إلى هذه الجملة: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما يكون أنا عندي في موضوع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، والإنسان في داره في بلده الأصلي، إن كان دار كفر كما كانت مكة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ده له بيت وله أموال وعنده كل هذه الأشياء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الدار وترك المال وترك الأهل وترك كل شيء، ليه؟ للحفاظ على دينه. ولذلك قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طيب تعال بقى ترتيب هذه المقاصد بين الأقدمين، بين العلماء في القديم وبين العلماء في الحديث. أولا دعونا نؤكد من البداية أن ترتيب هذه المقاصد بين العلماء في القديم ليس عليه اتفاق. هناك من قال 5، وهناك من زاد، وهناك من اعترض أصلا على موضوع هذه الخمسة. أول موضوع القضية الخمسة هذا ربما تستطيع القول بأن جمهور الفقهاء من القديم أو الأصوليين على هذا الأمر، على إنهم خمسة، وقضية الدين تقديم الدين هذا هو الأساس، الأساس تقديم الدين. والذي قال بتقديم الدين الإمام الغزالي والإمام الآمدي وابن الحاجب والإمام السبكي والشاطبي. ليه قالوا؟ لإني الدين هو المقصود الأول. ليه؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقضية العبادة هي الأصل، فبقى حفظ النفس وحفظ ومثل هذه الأشياء، قالوا لا، هذه تأتي تبعا. وأنا ذكرت قبل ذلك إن كل هذه الأمور الأربعة أو المقاصد الأربعة تدخل في حفظ الدين. هناك من قدم النفس وقالوا لا ده النفس مقدمة على الدين كمان، مش مقدمة على المال أو النسل أو العرض أو حفظ العقل. لا ده رقم واحد هو حفظ النفس. وقال بهذا الإمام الرازي والإمام البيضاوي والإمام القرافي، وهناك أيضا بعض الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه تقول بذلك أيضا، أو هو يميل إلى ذلك القول. وإن كان ابن تيمية سيضيف كما سأذكر فيما بعد بعض يعني قضية زي قضية العدل، يجعلها ابن تيمية رحمة الله عليه مقصد من مقاصد الشريعة. لكن هو أيضا هؤلاء يقدمون حفظ النفس. ليه؟ لماذا حفظ النفس مقدم عند هؤلاء؟ قالوا لأن النفس هي محل ورود الأحكام. هو أنت أصلا لو ما فيش نفس هيبقى في دين، لو ما فيش نفس هيبقى في عقل، هو لو ما فيش نفس هيبقى في مال، هو لو ما فيش نفس هيبقى في نسل أو نسب أو عرض. فهو بيقول لك لا، ده حفظ النفس يقدم، يأتي حفظ النفس في البداية. وطبعا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لو بنقرأ القرآن ونتأمل ونتدبر آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد أن دائما وأبدا هذه النصوص تسعى إلى تأكيد حقوق النفس في كثير من نصوصها، سواء في القرآن الكريم أو في غيره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أنفسكم. كل هذه النصوص القرآنية وغيرها كثير هي تدعو إلى قضية تقديم النفس. هناك من قدم العقل كمان على الدين، هناك من قدم العقل على الدين فجعلوا الدين في الوسط. والإمام الرازي رحمة الله عليه له هذا الترتيب، قال لك النفس وبعدين العقل. فإذا حفظت على النفس وأعطيت للعقل حريته وأصبح العقل عنده مطلق الحرية، يبقى بالتالي هذه النفس وهذا العقل سيحافظ على الدين، ومن خلال الدين يحافظ على النسل ثم يحافظ على المال. فهؤلاء جعلوا الدين في الوسط، يتقدمه مقصد حفظ النفس ويتقدمه كذلك حفظ العقل، ثم يأتي من بعده حفظ النسل وحفظ المال. هناك أيضا من جعل قضية تقديم المصالح الدنيوية على المصالح الأخروية. كل ما كان يتعلق المصالح الدنيوية
المصالح الدنيوية، قالوا هذا يقدم على هذه المصالح الأخروية. ليه؟ قالوا لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة، وحقوق الله جل وعلا قائمة على المصالحة، على المسامحة. فلو حصل أي نوع من أنواع التعارض بين هذه المصالح، يقول لك لا، يبقى على طول حفظ الدين يأتي في المقدمة. ولذلك هم جعلوا رقم واحد الدين، ويأتي بعد ذلك هذه الأمور الأربعة اللي هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، ثم يأتي في المؤخرة حفظ المال. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، طبعا نتكلم عن الشاطبي ليه، بنذكر الشاطبي على سبيل دائما بنركز عليه، لأنه هو يعني هو إمام في 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 هذا العلم، إمام في هذه المادة. ولذلك الشاطبي رحمة الله عليه من التقسيمات التي ساعدت على استخدام مقاصد الشريعة هي قضية تقسيم الشريعة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ثم بعد ذلك لما قسم وعمل تقسيم أو ترتيب تنازلي، فبدأ بالأعلى ثم نزل على الأدنى، فبدأ بحفظ الدين ثم حفظ النسل، عفوا ثم حفظ النفس ثم حفظ النسل ثم حفظ العقل، وأخر بعد ذلك حفظ المال رحمة الله عليه. لماذا؟ لأني هو كأنه يرى بإني لو عودم الدين عودم كل شيء. ويترتب على هذا أيضا لإني الأصل من خلق الإنسان هو عبادة الله جل وعلا، ليس ليعيش، ليس ليحيا وفقط، وإنما خلقه الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا إنما من أجل عبادة الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك لو جه بعضهم قد يعترض على ما قاله الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وافق عليه الكثيرون كما ذكرت الغزالي وغيره. طيب في هذه الحالة ماذا نقول في قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ طب ما هو هنا حفظ الدين إن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه يظل على إيمانه، أن لا يكفر بهذا الأمر، أن يظل على حتى وإن مات أو قتل، لكنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما يراوده عليه القوم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا يا سيدي، إن عادوا فعد. وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى قبل ذلك: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقول لهم إن الآية ترد، لأن هنا أصل الإيمان موجود، الإيمان لم يذهب. يعني الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإيمان حاصل والإيمان موجود والإيمان متعمق والإيمان متجذر في داخل نفس الإنسان. وبالتالي في هذه اللحظة لو افترضنا أن الإنسان اضطر إلى ذلك، فهو اضطرار ظاهري وليس اضطرارا باطنيا. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما أعلن الكفر بلسانه، ماذا كان حال قلب كان حال قلبه؟ لا، حال قلبه كان كما هو، مستقر بالإيمان. وأكبر دليل على ذلك مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة بكاء، في حالة ندم، في حالة يكاد يعني يشفق عليه الإنسان. طيب هناك أيضا من اعترض وزاد، احنا قلنا في الخمسة موجودين، وقضية في قضية الترتيب بين هؤلاء، في بدأ نوع من أنواع الاعتراض على الخمسة. ليه خمسة يا جماعة؟ فمثلا الإمام القرافي رحمة الله عليه قال: مع الخمسة دول نحط كمان موضوع العرض. وافقوا على ذلك بعض العلماء، منهم الإمام السبكي ومنهم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وإن كان أيضا هناك واحد زي الإمام الرازي والإمام البيضاوي جعلوا العرض مكان النسب. فهؤلاء يبقى فيه من اعترض على الخمسة، الخمسة فقط ما ينفعش، ده احنا لازم نضيف كمان العرض، فأضافوا العرض. وقضية العرض العرض لا شك دي قضية مهمة جدا للغاية، يعني بالله عليكم أليس العرض الإنسان أصلا أمره الله جل وعلا أن يدافع عن عرضه، وأن كما يدافع عن وطنه، كما يدافع عن إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه. العرض شيء اللي هي الكرامة بتاعت الإنسان، شرف الإنسان. فبعضهم زاده فأصبحوا ستا، وبعضهم يعني رفع النسل وقال هو العرض، والعرض يشمل هذا وذا. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني ربما أضاف، والإمام رحمة الله عليه
ابن تيمية له بعض الاعتراضات أيضا في قضية هذه المقاصد. لماذا خمسة؟ وفي قضية الدين يجي عند موضوع الدين، حفظ الدين، يقول ما نقول حفظ الدين كأنه يرى أن هذه الأمور الخمسة غفلت فيما غفلت عن العبادات القلبية. ابن القيم له تعريف جميل في رسالة العبودية عندما يتحدث عن العبادة، يقول رحمة الله عليه: والعبادة اسم جامع لما يرضاه الله، لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، من الأقوال الظاهرة والباطنة. كل شيء ربنا يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الظاهرة زي إيه؟ الظاهرة زي صلاة، صوم، زكاة، حج. الباطنة زي إيه؟ الباطنة زي الحب في الله، الخوف من الله، زي التقوى، كل هذه أمور. فبيقول إن هذه الأمور الخمسة غفلت عن الجانب التعبدي ذاك، وخصوصا ما يتعلق بأمور العبادات القلبية. نقول له لا يا إمام، هذا أصلا موجود. أما نيجي نتكلم عن الدين، الدين نفسه، ما هو الدين عبارة عن إيه؟ أليس الدين قد شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرح للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حين أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: واحد، عن الإسلام، اثنين، عن الإيمان، ثلاثة، عن الإحسان. فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه العبادات تدخل فيما تدخل في قضية الإحسان، وتدخل كذلك وقد تدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه أحيانا يقول إن أصلا مرد كل هذه المقاصد، الشريعة أصلا جاية عشان حاجة واحدة بس، إيه هي؟ دفع المضار. يبقى اللي هيضر الإنسان تدفع، جاءت به الشريعة، وهو المقصد الأساسي في شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن من باب الإنصاف لابد أن ندرك بأن ابن القيم رحمة الله عليه أضاف أيضا بأن من مقاصد الشريعة، زي ما قال إن هي غفلت عن شيء، ده بيقول لك ده أنا أزود كمان شيء، اللي هو إيه؟ اللي هو تحقيق العدل بين الناس. وابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه من أوائل من أبدع في قضية السياسة الشرعية، وأساس هذا الدين. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه يرى إن فيما يتعلق بالإمامة أو الخلافة كغيره من العلماء أنها جاءت لتحفظ للناس دينهم. ولذلك هو يرى أن العدل في حد ذاته مقصد من مقاصد الشريعة، وأقام كتابه السياسة الشرعية على قول الله سبحانه وتعالى: ليقوم الناس بالقسط. طيب تعالى الآن الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وأيضا من العلماء القدماء الذين تحدثوا عن المقاصد، لكنه لم يشغل نفسه كثيرا بقضية هذه الأمور الخمسة، خمسة ولا ستة، أقل ولا أكثر، لم يشغل نفسه بذلك. تعالوا الآن، دلوقتي احنا بنتكلم الآن على المعاصرون، الفقهاء والعلماء المعاصرون الذين تحدثوا عن مقاصد الشريعة. أولا قضية هناك عدد معين لم يلتزم عدد معين من هؤلاء التزم بالتقسيم الخماسي هذا، ومن هؤلاء الشيخ البوطي محمد سعيد رمضان البوطي، وعلي جمعة أيضا من هؤلاء، وعلي جمعة له كتابات كثيرة له كتابات مهمة في هذا الإطار. وعلي جمعة أخذ اللي هو تقسيم الإمام القرافي والإمام الرازي، والبعض أنا قرأت في إحدى المقالات إن البعض كأنه يرى أن هذا التقسيم تقسيم جديد، إن هو يقدم النفس والعقل على الدين ثم يأتي بالنسل والمال، كأنه من اختراع الشيخ علي جمعة. لكن من باب الإنصاف كما ذكرت لكم آنفا أن هذا التقسيم هو تقسيم الإمام القرافي والإمام الرازي رحمة الله عليهم. يبقى هناك من التزم بهذا التقسيم الخماسي ووقف عند هذا التقسيم، وقال إن كل شيء من هذه من الزيادات إنما يدخل في ذلك. هناك من قال بالزيادة، وأول من قال بالزيادة هو الإمام محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. الإمام محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، وهو مجدد السلفية ورائد السلفية في العصر الحديث. وبالرغم من الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه كان محبا ومقدرا للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وكان يرى بالمناسبة أن كتاب الإمام الشاطبي اللي هو كتاب الموافقات يرى أن يدرس هذا في الجامع الأزهر، لكنه مع ذلك زاد بعض المقاصد. ويمكن له في كتاب الوحي المحمدي ذكر من ضمن مقاصد القرآن
إصلاح أركان الدين الثلاثة، بيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة، بيان أن الإسلام دين الفطرة والعقل والعلم والحكمة والبرهان. قال أيضا مقاصد الشريعة: الإصلاح الاجتماعي والإنساني السياسي بتحقيق الوحدات الثمان. أيضا ذكر بأن تقرير مزايا الإسلام العامة في التكاليف الشخصية من العبادات والمحظورات. قال من ضمن مقاصد القرآن بيان أصول العلاقات الدولية في الإسلام. ثم بعد ذلك قال أيضا الإرشاد إلى الإصلاح المالي والاقتصادي، وذكر 10 ختمها: إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها، إعطاء النساء جميع حقوقهن الإنسانية والدينية والمدنية، ثم ختم بتحرير الرقاب من الرق. طبعا هذه التفصيلات لو جينا ننظر لها نظرة يعني متأنية سنعيد تقريبا كل هذه الأمور 10 إلى 1 أو 2 أو 3 أو إلى هذه 5 التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه أيضا أتى وتحدث عن هذه المقاصد، عن مقاصد الشريعة، وتكلم أكثر ما تكلم عن المقاصد الاجتماعية، وذكر أن من أهم مقاصد الشريعة حفظ نظام الأمة، وتكلم من ضمن هذه المقاصد اللي هي المساواة والعالمية ومراعاة الفطرة. لكنه أيضا من أول من تحدث على قضية الحرية باعتبارها مقصد في العصر الحديث. احنا عندنا 2 تكلموا عن الحرية باعتبار أنها من مقاصد الشريعة، أول من تكلم عنها في القديم هو الإمام ابن تيمية، وأول من تكلم عنها في الحديث هو الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه. أتى أيضا علل الفاسي وكلاهما من بلاد المغرب، وأضاف أيضا حفظ الدولة وحفظ الأمن وحفظ الكرامة والجانب الإنساني عند هؤلاء. الدكتور يعني طه جابر علواني، طه جابر علواني أتى وجعل كل هذه الأمور في 3 مقاصد لا رابع له: المقصد التوحيد، ومقصد التزكية، ومقصد العمران. لكن لو نظرنا إلى 3 دول حنردهم إلى 5: التوحيد والتزكية. هي التوحيد يعني لا إله إلا الله عبادة الله، يبقى دي حفظ الدين. طب التزكية اللي هي التربية والجانب الأخلاقي، إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، يبقى دي 2 دخلوا في الدين. يبقى عندنا العمران. طب هل العمران ده معناه إيه؟ إنك تحافظ على النفس، تحافظ على العقل، تحافظ على المال، وتحافظ على العرض. فلا عمران بدون هذه الأمور 4: السكارى لا يعمرون العالم، الزناه والعراه والمجرمون، وهذه النوعية من الناس لن تعمر العالم بل تسعى إلى خرابه، حتى وإن صلح يعني رأوا بعض التقدم أو رأينا بعض التقدم عندهم، إلا أن هذا في النهاية يعود إلى الفشل والعياذ بالله تعالى. يبقى التوحيد والتزكية يرجع لحفظ الدين، والعمران الذي جعله مقصدا اللي هو طه جابر العلواني نقول له أن هذا يعود إلى 4 الباقية. باقي عندنا اللي هي قضية أيضا جمال الدين عطية، وهو أيضا من أحد المفكرين الذين وجدوا في الغرب، تحدث عن قضية هو توسع بشكل كبير جدا للغاية، لدرجة أنه لم يجعلها لا 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20، ده 24 مقصد من مقاصد الشريعة عند جمال الدين عطية أو الدكتور جمال الدين عطية. ثم جعل أصلها تعود إلى أمور 4: هي مقاصد الفرد، ومقاصد الأسرة، ومقاصد الأمة، ثم مقاصد الإنسانية. بدأ يقسم هذه المقاصد إلى أمور 4: مقاصد تتعلق بالفرد، ومقاصد تتعلق بالأسرة، ومقاصد تتعلق بالأمة يعني الأمة الإسلامية، ثم هناك أيضا مقاصد البشرية أو المقاصد التي تتعلق بالإنسانية التي خلقها الله جل وعلا، والتي قال الله جل وعلا عنها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا الكل اللي ذكروا جمال الدين عطية هو في النهاية يعود إلى من تأ إليه الإمام الغزالي. كل 24 مقصد هؤلاء سيعود في النهاية إلى ما ذكره الإمام الغزالي، ومن بعده الإمام القرافي والإمام الشاطبي، وهؤلاء الأئمة الذين سبقوا. ستعود كل هذه الأمور إلى هذه الأمور 5. طيب القرضاوي أيضا أتى بعد ذلك وطرح سؤال، قال: هل يمكن أن يأخذ تحديد المقاصد شكلا آخر؟ بمعنى إيه؟ يعني هل ممكن بدل ما احنا بنقول إن المقاصد 5 وهكذا تقسيم الإمام الشاطبي رحمة الله أو الغزالي وتبعه الشاطبي وغيره، غير من انتهى إليه الإمام الغزالي ومن بعده الخرافي والشاطبي وغيرهم، هل يمكن؟
يعني ممكن نجتهد في هذا الإطار. ثم رد بعد ذلك وقال أعتقد أن هذا ممكن وواقع بالفعل، وأرى المحدثين والمعاصرين حين يتحدثون عن مقاصد الإسلام أو الرسالة المحمدية أو مقاصد القرآن لا يتقيدون بالكليات الخمس وما تفرع عنها. وفعلا هو ذكر بعد كده وقال أن الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في كتابه الوحي المحمدي ذكر 10 من مقاصد الشريعة. يبقى هو سأل سؤالا، ينفع؟ ينفع، أجاب بأنه ينفع. طيب حد عمل؟ قال لك ده كتير عمله، وضرب نموذجا بالشيخ الشيخ محمد رشيد رضا، وأيضا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه تحدث عن محاور الإسلام وذكر منها له كتاب كده محاور الخمسة للقرآن الكريم، وذكر فيها 5 أمور هي كل مقاصد القرآن الكريم التي تحدث عنها القرآن الكريم. لكنه بعد ذلك الشيخ القرضاوي نفسه أتى وذكر أيضا مقاصد القرآن الكريم، ذكر من ضمن مقاصد القرآن تصحيح العقائد في التصورات الإلهية، في التصورات الألوهية والرسالة والجزاء. عايز أقول إن الشريعة من ضمن مقاصد الشريعة أنها أتت ولتصحح 3 أمور أساسية، اللي هي ما يتعلق بالإلوهية، ما يتعلق بالنبوة، ما يتعلق باليوم الآخر، وده مرده إلى الدين. تقرير كرامة الإنسان وحقوقه وخصوصا الضعفاء، ديت لما تيجي يبقى حفظ النفس أو حفظ الدين. الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتقواه، وده كلام جميل يرجع إلى حفظ الدين. تزكية النفس البشرية وتقويم الأخلاق يرجع إلى حفظ النفس ولا حفظ الدين. تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف وخصوص وإنصاف المرأة أو إنصاف دي واحدة، وده برضو يعود فيما يعود فيه إلى حفظ النفس وإلى حفظ النسل. بناء الأمة الشهيدة على البشرية أخذ من قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا أيضا يعود إلى حفظ الدين، ويعود إلى عمران الأرض، ويعود إلى حفظ النفس، ويعود لإني الأمة الشاهدة. لن تكون أمة شاهدة إلا إذا كانت يعني على وحي الله سبحانه وتعالى في حفظ دينها وحفظ نفسها وحفظ عقلها وحفظ نسلها وحفظ مالها، ثم بعد ذلك الدعوة إلى عالم إنساني متعاون فيما بينه وبين بعضه، بغض النظر عن اختلاف الأعراق، بغض النظر عن اختلاف الأديان، بغض النظر عن اختلاف الشرائع والملل، بغض النظر عن اختلاف الألوان والأشكال واللهجات واللغات. يرى أن من ضمن أهم مقاصد القرآن والتي هي في النهاية مقاصد الشريعة الدعوة إلى عالم إنساني متعارف، الناس تعرف بعضها وتحب بعضها حتى وإن اختلفوا في الشكل واللون أو العقيدة، لأن في النهاية هكذا أراد الله جل وعلا أن يكون الناس على اختلاف واسع في هذا الكون أو على ظهر هذه البسيطة. قال ربنا جل وعلا: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني القضية خلاص، هذا كله دعوة، ويعني دعوة إلى 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 التعايش، فقه التعايش بين الناس بعضهم وبعض. ولذلك احنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم ان ربنا سبحانه وتعالى مكنه في النهاية من المدينة المنورة وما حولها، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على هذا التعايش. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، يبقى درعه مرهون عند واحد يهودي بالرغم انه هو الحاكم في ذلك الوقت. وانتم تعلمون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكيف دانت له جزيرة العرب، وكيف اتى الناس اليه يعني يبايعونه، ووافدت اليه نفود من بداية من بعد صلح الحديبية في العام السادس. لكن في النهاية تستطيع ان تقول ان ديت مجمل ما يراه القرضاوي رحمة الله عليه فيما يتعلق بالمقاصد. لكنه أيضا يعني رجع لخص ده، يعني ذكر أيضا مرة أخرى إن مقاصد الشريعة بناء الإنسان الصالح. طبعا لما تتكلم على كلمة بناء الإنسان الصالح، لا صلاح بغير دين، ولا صلاح بغير الحفاظ على النفس، ولا حفاظ بغير الإنسان الصالح. 2، بناء الأسرة الصالحة، يبقى وبالتالي الأسرة الصالحة لازم أن يكون عندها دين وعندها أخلاق وعندها مرجعية وتكون محافظة على نسلها وعلى عقلها وعلى مالها. بناء المجتمع الصالح نفس النظام، بناء الأمة الصالحة، ثم بعد ذلك الدعوة إلى خير الإنسانية. طيب خلاصة القول في هذا كله اللي عايز أصل إليه، إني أولا العدد 5 هذا في حد ذاته اللي إحنا أصلا لما نيجي نشوف هو الأعداد
أما بنيجي نتكلم عن أي عدد بالنسبة لنا، في أعداد توقيفية وفي أعداد اجتهادية. يعني أعداد توقيفية، أعداد توقيفية بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. الصبح ركعتين، يبقى ركعتين. طيب ينفع يبقى ثلاثة؟ لا. طيب ده أنا بقى عندي طاقة أخليهم أربعة؟ ما ينفعش. طب تعبان أخليهم ركعة؟ ما ينفعش. الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة. كل هذه الأعداد أعداد توقيفية، يبقى لا يجوز لي أن أزيد عليها. أنقص ممكن إذا كنت على سفر وأنا إن شاء الله عز وجل لي لأخذ بالرخصة، فأصلي العصر أربعة اثنين، والظهر اثنين، والعشاء اثنين. طيب قصر، هل هناك قصر في المغرب؟ قالك لا. ليه؟ لأن دي أعداد توقيفية. الطواف سبعة، يبقى ما ينفعش نقول خليهم عشرة، وزيادة الخير خيرين. السعي سبعة، ما ينفعش نزود. يبقى إذن هذه رمضان 30 أو 29 لا نزيد عن ذلك. أما ربنا يقول فكفرته يعني صيام شهرين في قتل الخطأ، نقول له ما ينفعش نخليهم شهر ونص ولا ثلاث شهور. 60 مسكينة، يبقى ما ينفعوش يبقوا 30 ولا 49 ولا 69 ولا 79. يبقى دي الأعداد اللي بنسميها الأعداد التوقيفية. خلاص ده أمر ما فيش فيه، ده أمر جاي بوحي. في أعداد اجتهادية، ودي بيبدأ العلماء في تقسيماتهم. هنا الآن العدد الموجود معنا الآن دلوقتي اللي هم خمسة، هل هو عدد توقيفي ولا عدد اجتهادي؟ الإجابة قولا واحدا، ده عدد اجتهادي. إذن بالتالي إذا كانت عدد اجتهادي، يبقى اللي عايز يزود يزود، واللي عايز ينقص ينقص. بس هذه الزيادة أو ذلك النقصان إنما هو يبنيه الفقيه أو الأصولي أو العالم أو المحقق أو المدقق أو إلى آخره، يبنيه على دليل، على رؤية معينة، وليس على مجرد الهوى ولا على مجرد التشفي. يبقى ولذلك وجدنا العلماء من القديم اتفقوا؟ لا. طب في الحديث اتفقوا؟ لا. احنا شفنا من قال ان هم خمسة كالغزالي والشاطبي وغيرهما، وقلنا من اللي خلاهم ستة دخل فيهم الامام القرافي، وتابعوا في ذلك ايضا الامام الشاطبي. قلنا هناك اللي اعترض على كده زي ابن تيمية رحمة الله عليه، اعترض على ذلك ثم زاد بعد كده وقال ان دولت في حاجة ناقصة، وأضاف اللي هو مقصد من مقاصد الشريعة، قال الحرية. المعاصرون، وده شيء جيد إن المعاصرون يريدون أن يجددوا في الشرع، ماشي يا سيدي جدد، لا إشكالية. لكنهم كما رأينا بعضهم قدم وقف على الخمسة زي ما هم، وقد ذكرت بذلك البوطي وعلي الجمعة، ومنهم من قال لك لا، ما ينفعش إن احنا نقف عند هذا الحد، وإنما لا يعني لابد من زيادة. فقال لك طب نزود إيه بقى؟ قال لك لا تعال نزود. فمنهم اللي زود حتى وصل إلى 24 وردهم إلى أربعة اللي هو جمال الدين عطية، ومنهم من زاد على ذلك أو أكثر من ذلك. وتبقى دي قضية مهمة جدا للغاية. يبقى لا العلماء في القديم اتفقوا ولا في الحديث اتفقوا، والقضية كلها قضية اجتهادية، لأن هذا العدد عدد اجتهادي وليس عدد توقيفي لا نص فيه من عند الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية، ودي النقطة المهمة اللي عايز أصل إليها اللي هي إيه بقى؟ اللي هي معظم ما أضيف هو يمكن إضافته إلى واحد مما سبق، نرجعه لفوق. ولذلك خلي بالكم، ودي أختم بيها، لما قامت الثورات الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، والناس كانت بتنادي وتقول عيش حرية عدالة اجتماعية، أو عيش وكرامة وحرية وعدالة اجتماعية. البعض كان يقول لك ليه ما بتقولوش يعني أين الشريعة الإسلامية؟ يا سيدي هو العيش والحرية، مش ده مطلب من مطالب الشريعة الإسلامية؟ هو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مش ده من صميم الشريعة الإسلامية؟ أما تيجي تقول لي الحياة الكريمة للإنسان، لا ده أصل، ده مقصد من مقاصد الشريعة. الشريعة جت عشان كل واحد من الناس يحيا حياة كريمة. دي نقطة مهمة جدا كذلك فيما يتعلق بالحرية. الحرية مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة. إن يعني ولذلك حتى قال بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ القرضاوي، هو الذي قال بأن الحرية مقدمة على الشريعة. أعطوا للناس الحرية فالناس تتعبد، تحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. الكرامة احنا لسه بنقول هو ربنا جل وعلا قال في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قضية الأكل والعيش، يا سيدي ربنا بيقول أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن هذه هي شريعة الله جل وعلا التي جاء بها الإسلام. هذا ما أردت أن أقوله.
لحضراتكم في هذه الحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.